مباراة عجيبة كانت في ملعب الجامعة، الهلال يحافظ على صدارته بثلاثة أهداف مقابل هدف في مواجهة بطلها كان المعيوف. اللي يسلم من الشمال إلى ياسر الشهراني، لمسة سريعة من ياسر ولكن تتقطع من سلطان فرحان إلى ياسر، عرضية حلوة 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 حلوة، وادي الضربة الأولى، ادي الضربة الأولى، ادي كارلوس إدواردو عن طريق البرازيلي كارلوس إدواردو، عرضية مرسومة وملفوفة ومحطوطة هدية، والرائد 79% من 165 تمريرة، والهلال يتفوق بالعرضية. هتان بهبري يا ولد، عدى هتان، مر بينها حلوة 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 حلوة، والأسد الأسد بيحاول، وادي الكورة لهتان ولكن في اصطدام إلى سالم وركلة جزاء من نصيب الهلال، وجوميز وعز الدين، والأسد لا يضيع، الأسد لا يضيع، الأسد ما يضيعش، الأسد يسجل الثاني والمرة. إلى جانج من اليمين سريع على سلمان، ولكن الحكم بيقول العب، مرة في مواجهة دوخة، وجوميز في مواجهة دوخة، والمرة دي دوخة، المرة دي عز الدين دوخة بطل، لمسة عند فوزير ولكن ياسر الشهراني يستخلص، ياخدها المره دي جهاد الى رائد الحمدي، الرائد خطير، رائد يلعب العرضيه، رائد تثبت في البلاهي، وحكم المباراه بيحتسب ركله جزاء، وفوزير بيتقدم، فوزير يا ولد يا ولد يا فوزير، يوقف يوم يراوغ ويلعب كوره الى فوزير سريع حلوه الى جهاد الحسين، مراوغه جوه منطقه الجزاء، وكويار بيبعدها، وحكم المباراه بيقول ما فيهاش اي حاجه، واخر مره شاهدناه في اعتزال ياسر، وفوزير والمعيوف، فوزير والمعيوف والمعيوف والمعيوف، هي الكرة، شوف يا سلام، وعبد الله المعيوف هو اللي بيتقدم، اللي بيحصل في الملعب، اللي بيحصل في الملعب، والمعيوف يريد أن يكون بطل قصة هذه المباراة بعد ما أنقذ ركلة جزاء في الدقيقة 88 كانت كفيلة بأن تغير سير المباراة، وركلة الجزاء دوخة والمعيوف، ودوخة والمعيوف يا معيوف.